الرقص من أقدم الفنون اللي عبرت من خلالها الشعوب عن هواجسها ومخاوفها، أفراحها وأحلامها. الرقص تعبير عن رغبات وتطلعات الإنسان في العلاقة مع المحيط والطبيعة. فن الباليه واحد من فنون الرقص اللي ظهرت في القرن 16 في فرنسا، ومن وقتها بدأ في الانتشار والتطور إلى أن وصل إلى ما هو عليه اليوم. الباليه هو رقص تمثيلي بأسلوب راقي ومعبر، يؤدى على المسرح بمصاحبة أوركسترا أو موسيقى. الفن ده بيقوم على امتزاج عناصر مهمة، منها الحكاية المسرحية والرقص الحركي والرقص الكلاسيكي والملابس والديكور والإيماءات والإخراج. النوع ده من الفن ارتبط في أذهان اللي عرفوه بالمسرح. طب هو في حد ما يعرفش فن الباليه؟ يمكن ده اللي حرك تفكير محمد طاهر المصور وأحمد فتحي المخرج في الخروج للشارع بعدد من راقصات الباليه ليحلقنا في شوارع القاهرة. بدأ المشروع في يناير 2016 بمشروع فني أطلقوا عليه باليه القاهرة. ياسمين واحدة من البنات اللي دخلوا في المشروع وغيروا شكل الباليه المسرحي ونقلوه إلى شوارع القاهرة النابضة بالحياة. التجربة في بدايتها عملت صدمة، بنت بترقص في الشارع وكمان بفستان. تحدي الواقع وسط زحام الشوارع وحارات مصر القديمة المليانة بالناس، وصلت إنه يبقى في امتزاج بين الفن والعمارة. امتى دخلتي في البروجكت بتاع باليرينا في كايرو؟ اوكي، هو انا كنت بلعب باليه من وانا صغيره جدا، يمكن من وانا عندي 8 سنين. وبعدين الباليه بالنسبه لي حاجه تحفه، واول ما اشوف حد بيلعب باليه بنبهر قوي وبقعد اساله اسئله عشان ده مش حاجه كتيره في مصر. فلما شفت البروجكت عجبني قوي، وانا اصلا كنت بصور يعني في بروجكتس بتاعه الجامعه عندي بصور باليه. اوكي، اي حاجه بلينك اي بروجكت بالباليه. فأول لما شفت البروجكت قلت لهم على طول ان انا معجبه بالبروجكت، وما كانتش عشان ان انا اخش في البروجكت، بس انا كنت معجبه بيه جدا. ايه اول تفكير وصل لك اول ما عرفت ان هو في الشارع؟ هو انا اكيد اتخضيت، بس انا كنت عارفه عشان هو في يعني انا شفت الصور اوريدي ان هو في الشارع، بس هو قال لي هننزل حسين، فكان الموضوع بالنسبه لي خض شويه. انا عارفه حسين هي زحمه وناس في الشوارع وعلى طول دوشه، وانا مش متعوده على النزول في حتت زي كده. وبعدين قعدنا انا وهو نحاول نلبس يعني اوريه اللبس وهو يشوف، لغايه لما وصلنا حاجه وسط يعني ان هي تكون مناسبه للرقص وفي نفس الوقت مناسبه للمكان اللي احنا رايحين فيه. لما نزلتي اول مره الشارع شفتي ايه في عيون الناس وانت بتصوري؟ طبعا الناس كلها كانت مستغربه هو ايه ده اصلا، يعني في ناس ما كانوش فاهمين هو ده ايه، وفي ناس كانت سبورتيف جدا، وكان في ناس قاعده بتتفرج علينا وبيستمتعوا، يعني انا بعمل حركات والناس بتتفرج، يعني جابوا حاجتهم وقعدوا يتفرجوا. وبعدين كان في موقف كنا واحنا هناك بنصور، فكان في اتنين ستتين قاعدين، يمكن الصوره هي معروفه قوي انا قاعده وسط ستتين، فهما قعدوا انا كنت بربط البوينت بتاعتي بالجزمه، وبعدين قالوا لي هو ايه ده، هو انت مش بتاكلي، انت اكلوكي ايه؟ فقالي احنا ناخدك عندنا وهناكلك. وبعدين قلت لهم طب ممكن نتصور معاكم، والصوره جت صدفه جدا، ويعني كنت قاعده في النص ما بينهم وتصورنا. بداتوا بكام بنت ودلوقتي بعد ما الموضوع بقى معروف اكتر وصلتوا لقد ايه؟ هو احنا البنات اللي في الاول كانت قليله جدا، يعني ممكن يكون من 3 لـ 4، وهو باي تايم البنات بتزيد، فدلوقتي ممكن نكون في حدود من 10 لـ 15. شايفه انه البروجكت او رقص الباليه في الشارع يقدر يغير شويه من ثقافه الناس ونظرتهم لفن الباليه؟ اكيد انا شايفه، لان هم الناس شايفه الباليه ان هو حاجه فيري كلاسيك وحاجه رهيفه قوي وحاجه احنا مكاننا الوحيد المسرح وما نقدرش نعمل اكتر من كده، مع ان هم مش بيشوفوا الاذر سايد اللي هو لا احنا وي ار فيري سترونج، وان احنا في رف سايد في الموضوع، بنتعور بنتعب ان احنا نقف على البوينت شوز دي، موضوع متعب جدا. ف
فالناس مش شايفه الحاجات دي في الباليه، احنا بتشوفوا بس ناس بترقص، ناس بتعمل حاجات سموث قوي، فمش بيشوفوا ان ازاي الموضوع متعب. حركات الرقص في الشارع بتختلف كتير عن الرقص على المسرح في الباليه شويه، لان الارض طبعا بتحتاج ارض، يعني احنا بنواجه صعوبه قوي ان احنا نصور في الشارع عشان الارض المسرح خشب وسموث قوي، فاحنا تسهل بالبونشوز تعمل اللي انت عايزه، بس الشارع التكتشر بتاعت الشارع الموضوع صعب، ان انت تلف بالبونشوز ان انت تقف عليها الموضوع بيبقى مؤلم شويه. انت قلت لي انه انت كنت بتعملي قبل كده فوتو سيشن قبل ما البروجكت يظهر صح؟ بس كانت حاجه صغيره جدا، ان هو بس حاجه للجامعه، انا كنت بستدي ميديا ديزاين، فكان ليا فاينل بروجكت، فانا اخترت ان هو يبقى الباليه، فنزلت في مكان في بيلدينج كده متدمر تقريبا، فكان الموضوع فيه كونتراست وفي نفس الوقت كان شكله حلو. حلم ياسمين في الرقص بعيد عن المسرح وتحديدا في الشارع بدأ قبل بداية مشروع باليه القاهرة، وده كان عن طريق الرقص في مداخل المباني القديمة لتظهر جمال المكان وإبداع الرقص. آمنة كانت الجزء الأهم في بداية حلم ياسمين في رقص الباليه في شوارع القاهرة هنا في الزمالك. كانت أول صور خدتها آمنة لياسمين في مدخل إحدى المباني القديمة، والنهاردة جلسة تصوير تانية لكن في الشارع، يمكن لأن ياسمين بعد نزولها للشارع في مشروع باليه القاهرة تركت خوفها ورا ظهرها. لما بتيجوا تتفقوا على مكان علشان تنزلوا تاخدوا فيه الصور، أنت كمصورة بتشوفي بعينيكي أفضل مكان للصورة إيه؟ مكان مفتوح فيه شجر، ولا مكان لازم يكون متبهدل؟ او يعني والله على حسب المسج اللي انا عايزه اطلعها يعني من الفوتوشوت، وعلى حسب برضو الموديل وهي ويلنج قد ايه ان هي يعني تتبهدل شويه. هي اللي بتتبهدل اكتر ولا انت بتتبهدلي اكتر؟ لا غالبا هي يعني. اول يعني فاكره موقف معين اتحطيتي فيه وانت بتصوري مره مع ياسمين في الشارع؟ موقف صعب الدنيا كانت صعبه ولا ممكن موقف العماره؟ العماره احنا كنا عايزين نصور في العماره، كان هو فيلم يعني فيلم يعني، فانه كنا عايزين نصور انه ياسمين بتطلع من البيت، فانه كنا لازم نخبط على حد ونساله يعني ندخل البيت ونطلع منه. تعرفوش احنا مش عارفين حد خالص، الست كانت قلقانه حاسه احنا تلاتة طالعين كده ونقول لها عايزين ندخل البيت، فالموضوع ده كان مقلق. ورزعت الباب في وسطها كمان. المجموعة الكبيرة اللي دخلت في مشروع باليه القاهرة بدأوا معظمهم في تعلم الباليه في سن صغير، والتجربة صقلت موهبتهم. مارينا باهي لم تكتفي فقط برقص الباليه في شوارع القاهرة، لكنها أرادت أن تحلق بحلم يشبع رغبتها في أن يصبح هذا العالم يرقص على نغمات وحركات فن الباليه ليخفف على سكانه أعباء الحياة. مارينا رغم سنها الصغير ودراستها وتدريبها المستمر، لكنها خلقت وقت لممارسة التدريب للفتيات في سن مبكر ليتعلمن الرقص. كنت الأول وأنا صغيرة خالص ابتديت الأول بجمباز وسباحة، بس وبعد كده عجبني الباليه. كنت بشوفهم يعني هما بيتمرنوا وبيعملوا الحفلات والحركات بتاعتهم وكده، فعجبتني.
لما نزلت الشارع الموضوع اختلف شوية عن نظرتك عن فن الباليه؟ اختلف ازاي؟ اختلف. اوكي. ووتر اوكي. كلهم بيهربوا؟ عايزين ميه. هو راح يجيب ميه الباقي كله جو. اوكي. اختلف ازاي؟ هو اول حاجه يعني انا حاسه ان من ساعه ما الباليه ابتدى ان هو ينزل الشارع وهو ابتدى يتعرف اكتر، يعني انا ابتديت اشوف في التلفزيون حتى اعلانات القنوات، اعلانات برودكتس، الحاجات دي كتير بقوا ان هم يستخدموا فيها الباليه. الفوتوغرافرز ابتدى ان هم يصوروا دايما باليه، مع ان ما كانش الموضوع مهتم يعني مهم خالص، او يعني تحس الموضوع اتحط عليه سبوت لايت. بتعرفي ازاي تقدري تميزي بين كل الاطفال دي مين فيهم اللي هتطلع بلدينا كويسه جدا؟ في كذا حاجه بتعتمد الباليه، يعني بيحسنها عند الاطفال في شخصيتهم، ده غير اصلا ان هو ممكن تبقى بنت مثلا او مش ساعه كويس كده، بس الباليه محتاج اكتر من كده. الباليه محتاج التزام ومحتاج صبر ومحتاج تحمل، قوه تحمل كبيره جدا البنت تقدر تستحمل. في حركات كتير مثلا لما بنعملها زي في المرونات، زي حركه زي في الحوض مثلا الجراند كار او كده، الحركه زي دي مثلا بتحتاج ان البنت تستحمل كتير جدا. ايه اللي انت اتعلمتيه في فن الباليه بتحاولي تزرعيه جوه الاطفال دي؟ مهم جدا الباليرينا يبقى عندها مرونه. المرونه يعني من اهم الحاجات، مهم جدا ان هي تقدر تنزل تبقى عندها اطالات، تقدر تمسك راسها كده عند رجليها تنزل، مهم ان هي رجليها تبقى قويه. البطن والظهر مهمين جدا لان هما اللي بيمسكوا الجسم مينلي في كل معظم، مش في معظم حركات، في كل حركات الباليه. انتوا لما بداتوا البروجكت بتاع الشارع بداتوا تتعرفوا اكتر، من وجهه نظرك قبل ما ده كان يبدا راقصات الباليه كانوا معروفين وده فن ليه جمهور يعرف راقصات اللي بيبقوا على المسرح ولا لا؟ ومن وجهه نظرك ايه السبب؟ في ناس فئه معينه من الناس حابين الباليه، بيحبوا يقروا عن الباليه، يحبوا يروحوا الاوبرا يشوفوا عروض. الناس دي ممكن كانت عارفه، بس الناس دي كانت قليله قوي. بس بعد البروجكت انا شايفه يعني انا حتى عندي بيجيلي مسجز كتير جدا من ناس عايزين يلعبوا باليه وعايزين يتمرنوا باليه. لسه جاي لي مسج قبل ما انزل حالا بنت برضو قدي عايزه تبتدي باليه، يعني من كتر ما الناس كبار عايزين يتمرنوا باليه فتحنا كلاس للادلتس ان الكبار اللي عايزين يبتدوا ويجوا يتعلموا باليه، وده بقى كمان يعني منتشر جدا. المكان مزدحم بالأهالي الحريصين على أنهم يعلموا أولادهم فن راقي من وجهة نظرهم، لكن كان الملفت بالنسبة لي هو التنوع الموجود في المركز بمصريين وجنسيات أخرى. ترى أن القاهرة لها تاريخ في هذا الفن يعطيها الأفضلية. أنا من وقت ما جيت بنتي على الدنيا وشفتها بنوتة يعني الباليه مرتبط معايا في البنات والرقص الحلو وكذا. فأول ما جيت كنت دوما بفكر انه بنتي لازم تدخل باليه. انا بحب ارقص باليه وتتم على المستقبل، لانه انا حطيتها هوايه انه تتم فيها للمستقبل باليه تتم، بس انه تشتغل رقص باليه لا، جوز اوقف انا عند هالنقطه. بتمنى يكون كمان في عندها هدف تاني غير باليرينا في حياتها. بصوا ملك لازقة في الحيطة، يعني هي خلاص هي كلها لازقة في الحيطة.
تاريخ فن الباليه منذ ظهوره إلى اليوم يوضع في مرتبة الفنون الراقية، وده لأسباب كتير، منها شكل هذا الفن وما يستخدم بداخله من موسيقى وتعبير وملابس. النهاردة مارينا عندها حفلة بتستعد ليها منذ شهور. العرض ده بيقوم بيه فتيات من نادي الشمس، ومن خلال تواجدي عرفت أن تاريخ النادي في هذا الفن طويل جدا، من تدريب للفتيات وإقامة عروض على مسارح مختلفة. في الكواليس الكل يستعد، لكن مارينا وندى عندهم توتر قبل الصعود للمسرح ومقابلة الجمهور رغم تعودهم على ده من سنين طويلة. مارينا ونور زيكم. الحمد لله. مين متوتر اكتر، انتي ولا نور؟ احنا الاثنين متوترين من الصبح. انتي بدأتي امتى يا نور؟ انا بدأت وانا عندي 6 سنين. ايه اللي شدك في فن الباليه؟ ولا حد من الاهل اللي اختار لك الفن ده او الطريق دي علشان تكملي فيه؟ هو مامتي في الاول خالص كانت باليرينا وهي صغيره، فانا دخلت الباليه مغصبه، بس في الاخر طبعا حبيت الموضوع، وهو رقص راقي يعني، فالموضوع طلع نوع لطيف يعني. انا دلوقتي فيه بس مزاجي. لما بتقفي على المسرح وبتشوفي نظرات الناس للي بيتم تقديمه على المسرح من رقصات الباليه، بتشوفي ايه في عيون الناس؟ بيبقى انبهار باللي احنا بنعمله. الموضوع ساعات بيبقى موتر، بس مع بعض كده بنتخطاه. حفله زي دي تقريبا تدريب بياخد قد ايه؟ احنا بقى لنا دي 3 شهور تقريبا. 3 شهور؟ 3 شهور بنتمرن. ده وقت يعني مش شايفينه كتير، ولا ده الوقت العادي في تدريبات الباليه لاي حفله؟ ده عادي طبيعي، ساعات كمان بيبقى اكتر من كده. نور معاكي في باليرينا في كايرو ولا ما؟ معايا. نزلت الشارع؟ نزلت الشارع، انا تاني واحده نزلت الشارع فعلا. شفت التجربه دي اصلا، هي اللي دخلتني باليرينا، يعني هي كانت البدايه. الحفله فيها اعمار سنيه مختلفه ولا فيها تقريبا كم مرحله من مراحل السن؟ تقريبا اصغر ناس عندهم كم سنه؟ 5 سنين. 5 سنين لحد 30 مثلا. 30 سنة. طبعا الاهل موجودين في الحفله صح؟ ومش اول حفله يحضروها. لما جيتوا سالتهم عن احساسهم في اول مره لوقوفكوا على المسرح وتاديه رقص قدام الجمهور، كانوا شايفين ده ازاي؟ مامي كانت متحمسه جدا. بما انها سبقتك. بالظبط. طيب انا هسالكوا اخيرا، كل واحده حلمها ايه او عايزه توصل بفن الباليه ده لفين؟ نور. انا بصراحه نفسي اخش سينما، ان انا اخش في الميديا وهكذا، فنفسي اعمل فيلم فيه حاجه تبع الباليه. انت شايفه ان السينما مش بتتناول فن الباليه بالقدر الكافي او بالشكل لا، هي طبعا بتتناوله، بس انا نفسي اشارك بقى في حاجه زي كده. مارينا. يعني انا نفسي في الباليه ان انا اوصل لدرجه بروفيشنال اكتر، يعني احب ان انا اشتغل على نفسي، ده لسه طبعا بياخد وقت، بس انا يعني حلمي ان انا اشتغل على نفسي واوصل بيه لحاجه معروفه بره مصر كمان، مش في مصر بس، ده حاجه صعبه جدا، بس يعني هو ده طموحي. الاستاذه نجوى شلبي هي مؤسسه قسم الباليه في نادي الشمس. فكرة إدخال هذا الفن في النوادي الاجتماعية كان لها مغزى مهم عندها، وهو نشر هذا الفن داخل المجتمع المصري عن طريق النوادي. كانت نظرة المجتمع لفن الباليه في 1973 زي دلوقتي ولا اتغيرت؟ كان لسه. وأنا كنت سبب برضه، لأن كنت بشتغل في أكاديمية الفنون معهد الباليه، من مؤسسين معهد الباليه، فكان يجب ان احنا نعمل نشر الوعي الباليه، فكنت انا بما اني عضوه في نادي الشمس، فكنت دايما باخد الاعضاء بتوع نادي الشمس يتفرجوا على الباليه في اكاديميه الفنون. وجود الفن ده داخل النوادي الاجتماعيه، اعتقد دي فكره حضرتك فكرت فيها اسستيها، يعني غيرت ايه في المجتمع ده او الشكل الاجتماعي داخل النوادي؟ اولا زاد اقبال الناس على فهم الباليه. انا بالنسبه للنشاط النادي كان كل سنه الاعداد بتكتر، واشتركنا في حفلات كتير قوي، اعياد 6 اكتوبر واعياد الطفوله
وفي كل المناسبات وسافروا برا. حضرتك سمعتي عن المشروع أو فكرة راقصات الباليه في شوارع القاهرة اللي بتشتركة فيه مارينا؟ أنا سمعتها. شايفة الفكرة إزاي؟ حلوة. أنا شفتها بالصدفة ودول لقيتهم بناتي، فعشان كده أنا كلمتهم وقلت لهم دي فكرة جميلة يعني، وخصوصا لو عملتها في أحياء يعني ممكن ما بيبقاش فيها فن الباليه منتشر. لما العين تتعود على رؤية هذا النوع من الفنون بشكل متعارف عليه ويظهر فجأة ما يغير قواعده، يصاب الجميع بالاندهاش. وده اللي حصل في بداية دخول إنجي عالم الباليه بحجابها. الفكرة كانت غريبة عند بعض الناس، منهم اللي تقبلها ومنهم اللي رفض أي تغيير يطرأ على هذا الفن. إنجي في محاولة منها لتغيير نظرة البعض عن تعارض الحجاب مع أي نوع من الفنون كانت بترقص الباليه في شوارع القاهرة وفي واحد من شوارع منطقة المعادي. قابلتها هي وندى بيمارسوا هوايتهم المفضلة وهي الرقص في الشارع. كنت بلعب باليه مائي، بس كان حياتي كلها حلمي كله إن أنا ألبس لبس الباليه، إن أنا ألعب باليه، لأن الموضوع مختلف يعني الرياضتين مختلفين تماماً عن بعض. طبعا انا بعد كده كملت حياتي عادي جدا، دراستي، اتخرجت، اشتغلت، كل ده، بس انا بتابع دايما الباليه، اروح الاوبرا، اتفرج على العروض. شكل راقصه الباليه المتعارف عليه، لما جيتي تفكري انك تدخلي الباليه دلوقتي في السن ده، فكرتي في وقت من الاوقات ان انت تقلعي الحجاب علشان تدخلي، ولا فكرتي ازاي في اللحظه دي؟ تمام. في اللحظه دي انا اول سؤال، انا لما اتكلمت الاكاديميه لما شفت الاعلان فانا كلمتهم، فاخيرا بقى حلم هيتحقق، فكلمتهم قلت لهم انا عايزه اتعلم باليه بس انا عندي 27 سنه، فقالوا لي اه، قلت لهم عادي، قالوا لي اه، فقلت لهم بس انا محجبه، فانا متخيله ان هيقولوا لي لا، فقالوا لي اه لا ما فيش مشكله. اتعلمت فعلا الباليه وقلت دي حاجه ليا، وبعدين اكتشفت ان انا ممكن اطلع على المسرح عادي بالحجاب. امتى اكتشفتي ده؟ اكتشفت ده كنت بتعلم تقريبا بقالي سنتين، وبعدين المدربة بتاعتي قلت لها ان انا ينفع اشارك في الحفلة يعني، فقالت لي اه مفيش مشكلة، وان انا هلبس دراس نفس الدراس بتاع التيم بتاعي، هو نفس الدراس، الفرق ان الدراس بتاعي بس مقفول بكم، وانا لابسة طرحة مغطية شعري، طرحة سودة مغطية شعري وكل حاجة. شفتي رد فعل الناس كان عامل ازاي؟ انا رد فعل الناس طبعا كان في ناس كتير في الحفلة، في ناس بتسألني ايه ده انتي محجبة، رد الفعل كان كويس جدا. في ناس طبعا بتعارض اكيد يعني، في ناس بتقعد تقول ايه ده، لا الباليه ما ينفعش يبقى بالحجاب، شكله مش حلو، الحجاب ما ينفعش ان واحده محجبه تلعب باليه، فاكيد بقابل طبعا يعني كومنتات او يعني تعليقات سلبيه او ناس معترضه، بس ده طبيعي، فالاهم ان انا بعمل حاجه اللي انا حباها. خدتي خطوات بان انت تدخلي الاوبرا اللي هو المفروض العالم الواسع للباليه، ولا في تخوف من ان انت تروحي الاوبرا؟ لا ما اخدتش خطوات ان انا ادخل فرقه الاوبرا خالص، مش تخوف، بس اولا لانه انا لسه يعني انا بقالي دلوقتي 3 سنين بتعلم باليه، البوانت شوز اللي هي الشوز بتاعه الباليه دي انا بقالي بيها سنه واحده بس، فطبعا ده انجاز يعني كبير، اصلا البوانت صعب جدا يعني ان حد يتعلم عليها في سن كبير. ففكرة الأوبرا محتاجة ناس تكون بروفيشنال أكتر، محتاجة أن أنا إمبروف نفسي أكتر أو أحسن من أدائي أكتر عشان أنا أقدر أفكر أن أنا أقدم في الأوبرا، بس مش عارفة وقتها الحجاب هيمنعني أو لا، بس لو كان المشكلة برضو في أن الحجاب أنهم ما يقبلونيش حتى لو أنا أدائي حلو جدا وما يقبلونيش عشان الحجاب، فخلاص ما يعني هستغنى عن الأوبرا يعني مش مشكلة. الموضوع مكلف ماديا أن أنت تمارس فن الباليه أو تبقى راقص باليه أو راقصة باليه؟ الموضوع مكلف، التمرينات والتدريبات عامة الكلاسز بتاعتها مش رخيصة، والصرف نفسه على الحاجات اللي احنا بنحتاجها للباليه، الشوز بتاعت الباليه، لبس الباليه،
دي كلها مكلفة مش رخيصة. ليها عمر معين الشوز بتاعت الباليه؟ بيبقى ليها مش عمر معين بس على حسب استخدامها. يعني أنا مثلا دي علشان دايما بعمل حاجات في أو الدور أو في الشارع فدي بستخدمها دايما لبرا. طبعا التانية الجديدة اللي هي بتبقى بقى للتمرينات دي بيبقى ليها شكل تاني بتبقى أكيد مهندمة أكتر من كده، فهي على حسب استهلاكها. بس لما بتخرجي في الشارع إحساسك بيكون إيه وبتشوفي إيه في عيون الناس؟ طبعا أنا ببقى في الأول خالص في البداية كنت مخضوضة، ببقى مكسوفة الناس هتبص عليا كده. دلوقتي طبعا الموضوع بقى أسهل شوية، الناس بالعكس الناس بتبقى شايفة حاجة حلوة يعني في الشارع، الناس مستغربة لأن مش متعودين يشوفوا راقصة باليه في الشارع ومحجبة، فالموضوع بيبقى غريب شوية على الناس. فأوقات كتير جدا الناس مثلا في الشارع تقعد تقولي إيه ده برافو استمري كده حاجات يعني كده، فبيبقى فيه أوقات كتير تشجيع يعني من الناس في الشارع. ندى عندها 15 سنة لكنها بدأت الرقص من 6 سنين، وده ساعدها في إنها تقدر تجد لنفسها مكان على مسارح مختلفة تحتضن هذا الفن بحضور جمهور يبحث باستمرار عما يميز هذا الفن عن فنون أخرى. البداية كانت أني كنت بحب دايماً أشوف الفيديوهات على الفيسبوك كتير، كنت بشوف بوستات نازلة أن البوانت والناس اللي واقفة ورجليها وحركتها، فأنا زمان طبعاً كنت أدخل من كده بكتير، فحبيت أني يعني أبقى سمباتيك عن كده كتير وكده بس، فاشتركت في المركز الثقافي الروسي وبدأت من 5 سنين. 5 سنين خلال الخمس سنين أديتي عروض قدام جمهور ولا طبعاً. عمرك ما لا ده أنا عروض. عملت أكتر من 6 حفلات. إحساسك إيه وإنتي بترقصي على المسرح وإنتي بترقصي في الشارع بين الناس بين العربيات؟ الإحساس واحد، أصل هم كلهم جمهور، ناس ما عرفهمش، الناس كلها بتتفرج عليا وهي مبسوطة شايفة فن راقي قدامها، فن جميل مش أي حد بيعرف يعمله ومش أي حد بيفهمه. تبقيش خايفة وانت في الشارع؟ لا خالص؟ خالص. نظرات الناس حتى ليكي سواء كان البنات أو الولاد؟ لا لا خالص. ولا في حاجة بتضايق؟ نعم. بعد مشاهدة الحفلة الباليه في مسرح سيد درويش اللي أقامتها فرقة باليه نادي الشمس، دفعني الفضول في رؤية هذا المكان اللي قدر يخرج عدد كبير من راقصات الباليه، لكني لم أتوقع أن يتواجد داخل أحد النوادي الاجتماعية هذا الكم من الاهتمام والتنظيم، وكأني في عالم آخر منفصل عن زحام النادي وألعابه العنيفة. في واحدة من صالات التدريب شدني صوت البيانو، ومع دخولي للاكتشاف توقعت ان اشوف احدى مدربات الباليه بزي الرقص، لكني فوجئت بدكتورة دينا بتعلم الفتيات وكأنها عادت بالزمن للوراء لتشعر بانها ترقص على احدى المسارح امام جمهور. الدافع والسبب اللي خلاكي تدخلي في عالم الباليه؟ طبعا حبي للباليه، وبعدين انا كنت اصلا جمباز، كنت التانية على الجمهورية في الجمباز، وشافني دكتورة عصمت يحيى في نادي القاهرة وخدني من النادي، وهو اللي وداني المعهد وعملت الاختبارات، ومن ساعتها وانا في المعهد طالبة. من رابعة ابتدائي وأولى باليه، وفضلت كده لغاية ثانوية عامة، وبعدين خدت 4 سنين بكالوريوس، وبعدين بقيت راقصة أولى في الأوبرا وتعينت معيدة في المعهد، ودلوقتي أنا رئيسة قسم طرق تدريس الباليه في المعهد. كنت شايفاها حاجة ظريفة وخفيفة وجميلة، والتيتشو والباليه وكسرت البندق وسندريلا، وبعد كده طبعا لما دخلت لقيت الموضوع صعب جدا جدا، ودراسة قاسية جدا، وحياتك مكرسة تماما من أول الصبح، ما بتروحش غير بالليل، وسيستم كده لايف ستايل مختلف تماما عن أي بنت يعني
في سنها. تقدري تشوفي البنت اللي تنفع ان هي تكون باليرينا فعلا او الامر ممكن يكون صعب بالنسبه؟ يعني احنا عندنا في الاكاديميه كان في لازم الاختبارات طبعا قاسيه جدا جسديه وكل حاجه خاصه بالامكانيات، فتح فلات فوت، ظهر، اي حاجه في ديفو في الجسم استحاله، عين، اي حاجه استحاله تتقبل. ثانيا طبعا يعني هي لازم تبقى حابه ولازم يبقى عندها اراده قويه جدا لان صعب جدا. الموضوع انتشر جدا وده حلو جدا، حتى في المحافظات هتلاقي دلوقتي في بورسعيد، هتلاقي في الصعيد، هتلاقي في كل مكان دلوقتي في باليه. فالموضوع ما شاء الله دلوقتي مفيش حد ما يعرفش الباليه دلوقتي. مؤخرا بدا بعض الفتيات اللي هم محجبات يروحوا الفن الباليه كمدربه وست محجبة بتمارس تدريب فن الباليه، ده ممكن يتعارض مع الفن؟ انه لا، انا مش شايفة اي تعارض بما انها هواية. هي هواية حبة تعمل في اطار برضو الزي اللي هي لابساها، لكن كبروفيشنال على مسرح كبروفيشنال استحالة. صعب؟ استحالة، مش صعب، استحالة. نظام التدريب داخل النادي أكثر احترافية حسب مشاهدتي، وعلشان أفهم أكتر قابلت دكتور باسيوني، واحد من الأشخاص اللي بيمتلكوا تاريخ طويل في هذا الفن. الأسس اللي أنتوا بتختاروا من خلالها المدربين في نادي الشمس؟ بنختار المدربين هنا بالضبط زي المدربين اللي في معهد الباليه، يعني لازم على الأقل يكون معاه بكالوريوس، على الأقل يستحسن معاه ماجستير، يفضل ان معاه دكتوراه في طرق التدريس، عشان لان احنا هنا الطلبه هنا المنهج اللي بيدرسوه بالظبط زي ما طلبه معهد الباليه. وزيك هتلاحظ حضرتك في الفصول عندنا اولى لغايه سنه 9 باليه، ومسؤولين قدامنا بقى هنا لازم يطبق البرنامج بحذافيره بالظبط اللي هو في مكتوب في الكتاب، مش على كيف يعني. طب احنا بنتكلم في فتره دراسه قد ايه تقريبا بيقضيها الطالب داخل صالات ال 9 سنين؟ تسع سنين زي ما هتقولي بالظبط. 9 سنوات بياخد مرتين في الاسبوع ساعتين، وبعدين ايام الحفلات بتضاعف المده دي بتعمل 4 ساعات. بعد ما بتخرجوا العدد ده بتتابعوا انتوا الناس دي بتروح فين؟ بيدخل الفريق بتاع نادي الشمس. في عندنا فريق بتكون كل الخريجين اللي خلصوا 9 سنين، بنكون منهم فريق للحفلات. كنا عندنا اللي من 15 يوم بس في عرض قاعة سيد درويش، وبيبقى دول النوال بتاعت فرقه الباليه زي معهد الباليه بالظبط. طيب دكتور باسيوني، حضرتك شايف هذا الفن في مصر قديما كان عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي؟ هتزعل حضرتك، قديما كان المستوى شويه اعلى شويه. ليه كان اعلى شويه؟ كان مثلا انا فاكر الدكتور ساره وتوكاس ساعه ما دخلت معهد الباليه كان بيجي المعهد عندنا مثلا في الاسبوع 3-4 مرات يشوفنا عايزين ايه، الدكتور الوزير نفسه يشوفنا عايزين ايه وما ايه اللي محتاجينه وايه اللي مش زي اللي بتعمله دلوقتي بالظبط الدكتوره احلام يونس رئيس الاكاديميه، نفس الاسلوب. بس في فتره معينه كانت الموضوع ابتدى بقى ايه الموضوع تتهز شويه او الاهتمام ما بقاش ليه موجود بالظبط يعني زي زمان. انا كنت عايز اسال حضرتك على الاعداد اللي بتخش معهد الباليه او حتى داخل نادي الشمس، الفتيات النسبه الاكبر مقارنة بالأولاد. للأسف شديد نادي الشمس والأوبرا ما بيقدموش أولاد خالص. ليه؟ إيه السبب؟ بيكسفوا، بيتعلموا الباليه ده بيرقصوا، يعني حاجة المفروض تعملها البنات بس. أما في معهد الباليه عندنا نص أولاد، يعني عندنا 70 ولد و70 بنت. مين المسؤول عن غياب الثقافة دي يا دكتور من وجهة نظرك؟ طبعًا إحنا. طبعًا ما نقدرش ننكر نقول إحنا، والدعاية برضه، الإعلام والدعاية. لازم يفهم الناس ان الباليه ده فن راقي جدا زي ما موجود في معهد الباليه، ولاد وبنات بيرقصوا، المفروض في النوادي وفي دار الاوبرا، يعني عندنا في الاوبرا حضرتك لا يقل عن 600 بنت بترقص ومفيش ولا ولد. فتيجي مشكله لما تيجي تعمل حفله بقى ما تبقى مشكله، نستعين بالفريق اللي بتاعت الله يرحمه الدكتور عبد المنعم، الفرقه الكبيره الاوبرا، نستعين باولاد من اللي هناك عشان يقدروا يعملوا حاجات الرجال. لسه لحد دلوقتي الصوره مش قادره تتغير؟ مش قادرين خالص للاسف شديد. النوادي بالذات يعني هنا الشباب هنا في النادي يلعب كوره، يلعب كاراتيه، يلعب حاجات يعني حاجات عنيفه،
مع ان الباليه فني الراقي هو عارف ان في اولاد بيرقصوا وفي اولاد ممكن يعملوا بيتفرج على التلفزيون، لكن محرج 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 ان يجي يقف بقى يلبس مايوه ويدخل الصاله ويقعد يعمل الباليه. لقائي مع دكتوره نجوى شلبي المؤسسه لهذا القسم في نادي الشمس اول مره في الحفله كان على عجاله. متابعتها وشغفها وحبها الفن الباليه انتج هذا العالم الذي يتطور باستمرار ليستقبل كل يوم افراد جدد. مراحل عمريه مختلفه بتحاول تتحسس خطى من سبقوهم في فهم وادراك اهميه ان تكون راقص باليه محترف. حضرتك كنت في هذا الفن قبل انشاء البلد. انا كنت في اكاديميه الفنون من مؤسسين اكاديميه الفنون كمان، كنت ماسكه قطاع العلاقات العامه هناك في اكاديميه الفنون. احنا بنتكلم تقريبا عن عدد طالبات قد ايه بيدخلوا قسم الباليه داخل نادي الشمس وبيتخرجوا كل فتره؟ والله كل سنه بتختلف عن الثانيه، بس تقريبا كل اللي موجودين تقريبا حوالي 200 وشويه. ده عدد الصغير والكبير وكله كل الاعمار. ده عدد انت شايفاه مقارنه باماكن تانيه بتعلم فن الباليه كبير ولا صغير؟ معقول، بس ابتدينا نرجع تاني احنا كنا كل سنه بنعمل حفله زي اللي حضرتك شفتها، وكانوا الوزارات بيطلبونا، وزاره الشباب ووزاره الثقافه وبنعمل في اعياد 6 اكتوبر واعياد الطفوله، وسافرنا بره كتير بالفرق الكبيره والمتوسطه. يعني انت كنت بتخرجي مع الرحلات دي والحفلات دي؟ كنت بطلع. كنت بتشوفي رد فعل طبعا الاولاد كانوا ممتازين، وكان جميع الفرق جنب فرق الاجنبيه كلها كان بيبقى معانا حوالي 25-30 فرقه من بره من كل دول العالم يعني. فطبعا دي كانت بالنسبه للاولاد واختلاطهم كان حاجه حلوه قوي. لكن المنافسه موجوده يعني تقدر الفرق طبعاً المصريه تنافس؟ طبعا احنا كنا بنقدم فولكلور مصري، ما احنا بنعمل باليه كلاسيك والفولكلور مصري. في اجيال جديده بتسلم هذا الفن طبعا بتستلم هذا الفن، بس الاجيال الجديده بقى يعني لسه ما خدتش اللي خدت الاجيال القديمه. طبعا لسه ما فيش اعياد طفوله، انت عارف ظروف البلد يعني مخليه الحفلات الصغيره. نتمنى ان احنا نشترك في اي حاجه يعني. طب هل في اسس معينه او رولز علشان حد يتقدم يبقى مشترك داخل الدراسه هنا في المعهد؟ طبعا في أسس؟ احنا بناخد من سن 7 سنين، من 7 ل 12 دول اولى باليه. في مرحله سنيه صغيره من 6 ل 7، دي مرحله منفصله اسمها بيبي كلاس، يعني مرحله لوحدها كده لحد 7 سنين. تكاليف الدراسة جوه القسم الباليه حضرتك بيدفع 450 جنيه كل 3 شهور. كل 3 شهور على فترة الدراسة نفس الرينج طول السنة بيدفعوا؟ اه 450 جنيه كل 3 شهور. ده مقارنة بالأسعار اللي بره؟ في أسعار بره أغلى. أغلى احنا طبعا هنا ماشي. احنا كنا الأول ما ابتدينا الباليه ده ابتدينا بجنيه. بجنيه واحد؟ بجنيه. وكان في اقبال وقت جامد يعني، كان بيخش لنا بال 300 و400. لا يعني الوضع كان مختلف. في منافسه بتشوفيها ما بين الاماكن اللي بتعمل دورات لفن الباليه وبين بعضها، ولا في جاب واسع؟ لا لا جاب واسع طبعا. احنا ماشيين تقريبا هنا على نظام معهد الباليه، الاساتذه اللي هنا كلهم من معهد الباليه. ممكن اللي بيدرسوا بره في ناس طالعه من هنا من فرق عندنا خدت العمليه وبيدرسوا بره في المراكز اللي بره، بس طبعا مش زي بتوع معهد الباليه. ده بيأثر على الفن وجودته على المسرح؟ لا هو انت الغرض من ده انك انت بتنشر وعي الباليه في وسط جماهير المصريه. ما هو ده انتشر لما كل واحد عايز يعمل صاله، يعني مثلا طالبه هنا في رابعه باليه تقول لك انا بروح ادرس بره في مركز من المراكز. 5 بنات طبعا اللي بيبقوا اصحاب المراكز دول اصلا كلهم بيبقوا محتاجين فلوس وبيحبوا الباليه. لقيتي جهد اول ما انشات القسم ده داخل نادي الشمس علشان طبعًا تلاقي؟ طبعا كان جهد جامد، لان انت برضو بس كان في مدير نادي الله يرحمه اسمه اللي هو جمال هدايه اللي اسس النادي برضو ساعدني، لانه كان مقتنع بفكره الباليه. وكان في عميده عندي في معهد الباليه اسمها مدام عنايات عزمي الله يرحمها اللي مؤسسه معهد الباليه برضو، كان عندها الاهتمام ان احنا يعني اعمل المدرسه هنا واوصل ما بين النادي وما بين المدرسه. كنت بنشر وعي الباليه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. احنا كنا بنعمل حفلات صباحيه لاكاديميه الفنون لطلبه المدارس ثانوي واعدادي وابتدائي بيتفرجوا على الباليه. شايفه ان حضرتك
نجحتي في تحقيق فكرتك في نشر فن الباليه بنسبة قد إيه تقريباً؟ بنسبة 80-90% سواء هنا سواء خارج جمهورية مصر، يعني داخل جمهورية مصر العربية. في الأماكن التي تحتفظ بعادات وتقاليد يصعب أن تنشئ أسس لأنواع فنون جديدة على هذا المجتمع، وخصوصا لو في الصعيد. ألوانات، مركز ثقافي لتعليم الأطفال الرسم والموسيقى والغناء والتصوير والمسرح. المركز أنشئ في 2014 واستقبل الأطفال من سن 4 سنوات وحتى 16 سنة، لكن لم يتخيل ماركو ابن الصعيد أن ترقص فتيات الجنوب بملابس الباليه داخل المدينة وأمام الجمهور، وبإصرار قدر ينشئ أول مركز لتعليم فن الباليه في الصعيد. الحدث كان شبيه بإلقاء حجر وسط مياه راكدة لا تتحرك، لكنها بعد عناد تحركت، وتحرك معها فتيات الصعيد على المسرح وسط الجمهور. مبروك العرض الاول. ربنا يخليك. شكرا. جهزتوا له في وقت قد ايه؟ التدريبات اخذت حوالي 2 شهر. الفكره جات لكم ازاي؟ فن الباليه من ارقى الفنون طبعا، بس دايما كان عليه علامه استفهام، هو ليه مش موجود؟ الموضوع بسيط ولطيف جدا وممتع، وبيفرق مع الاطفال كمان نفسيا وبدنيا. انا كنت بدرس في القاهره، فكنت بتردد على الاوبرا والأماكن الثقافية، فكنت بحلم إن ليه ما يكونش عندنا ده في المنيا. يعني عدد السنين، فيعني لقينا إن الوقت مناسب في 2015 إن إحنا نبدأ فكرة الباليه. إحنا كان عندنا المكان بيقدم تدريبات مختلفة، فعملنا استطلاع رأي الأولياء الأمور اللي بيترددوا على المكان، فلقينا لا، يعني الموضوع مرحب بيه جدا ومتعطشين، بل كمان منهم كتير كان بيحلم إنه أنا كنت بحلم أرقص باليه، بس طبعاً ده ما كانش متوقع، فبعوض ده في أولادي. حاسة إنه ده فن جميل بيفرق مع الأطفال، بيحس إن هم ملكات وهم بيلعبوا باليه، فالثقافة بدأت تتغير شوية. طب لما بنتكلم على عروض الباليه على المسرح، فبنتكلم في طبقة معينة بالنسبة للجمهور، ولا في قاعدة عريضة ينفع إن هي تتابع فن الباليه، تقدر تفهم فن الباليه، وخصوصاً في المنيا؟ يعني في مهتمين بالموضوع، في ناس بتسافر مخصوص للقاهرة تحضر في الأوبرا للعروض، فلما تتوفر حاجة زي كده طبعا بيجي. في ناس تاني بتيجي على سبيل أنا أكتشف إيه هو ده، أنا هقعد ساعتين أحضر عرض باليه، هل ده ممتع أو مش ممتع؟ ففي مهتمين جدا بالموضوع، وفي بيتعرفوا على الموضوع لسه معي. ده أول عرض ليكوا على المسرح في حضور جمهور؟ ده كعرض متكامل، إن حد يقطع تيكت ويدخل يتفرج على باليه، ده أول عرض. لكن مشاركات شاركنا في الأسبوع الألماني مع السفارة الألمانية بفقرة، وشاركنا كمان في دار الأوبرا بفقرة يوم 30/6
لكن ده أول عرض متكامل. شفتوا إزاي تقييم الناس في التجربتين دول، سواء كان في الأوبرا أو في المكان التاني اللي قدمتوا فيه العرض؟ كان عظيم جداً. يعني العرض الأول تبع السفارة الألمانية كان الحضور حوالي 2000 شخص. كان معانا الفنانة عايدة الأيوبي وإحنا كنا مشاركين بفقرة، فكان العرض جميل جداً والناس كانت طالعة تتكلم على عرض الباليه. الفقرة العرض الثاني كان في دار الأوبرا، برضو كان يعني من أهم الفقرات اللي اتقدمت، هي الحمد لله مدرستنا. طيب أنا عايز أسألك أنت شخصياً، العرض ده بيمثل لكم إيه كألوانات وأيضاً لمحافظة المالية، بيمثل إيه؟ هو يعني اختراق لحاجة جامدة، يعني فكرة إن ده عيب وده ما يصحش وكده، يا جماعة هو ده شيء راقي جدا وبريء جدا. يعني انت لو قعدت تتفرج على عرض باليه ما فيش اي حاجه، ده الموضوع لطيف جدا وما فيهوش اي مشكله. بيمثلي انا شخصيا تحدي كبير، ان احنا بدانا تدريبات، الناس كانت فاكره ان هو مجرد تدريبات، لكن هياخدونا على فين دي ما كانتش واضحه. احنا كنا طبعا بنحلم نعرض في الاوبرا ونعمل عروض مسرحيه تلف في مصر، وكمان بنحلم نسافر بره. فهي بدايه حقيقيه قويه وتحدي، ان يلا يا جماعه تعالوا اقطعوا تيكت واتفرجوا على عرض بالي. ازيكم عاملين ايه؟ عامله ايه؟ ازيك؟ هاي سلم عليك. سلمي جولي. هاي، مش خايفين؟ مش حد خايف؟ متوتره. انت متوتره شويه بس مفيش حد خايف تاني؟ دول اصغر فراشات معانا هيعرضوا. دول سنهم قد ايه؟ اصغر ناس معانا من بدايه من 5 سنين، يعني اكبر حد فيهم تقريبا 6 سنين، صح؟ 7 سنين. اكبر واحده مين اكبر واحده موجوده؟ انت 9. 6 سنين. مين اصغر واحده؟ انا 7 ونص. يلا بالتوفيق، باي. الحضور وسط دهشة وإعجاب وتصفيق يتابع، لكن أولياء الأمور هم الأكثر حذراً وتخوف من أول لقاء لأبنائهم مع الجمهور. والدة مارك الطفل الوحيد في هذا العرض تشعر بالفخر وردة الفعل من ظهور ابنها على المسرح. طريق مارك في الباليه، انت اللي حددتيه ولا هو اللي اختاره بنفسه؟ للامانه مارك هو اللي حدد. بدايه كانت من خلال مؤسسه الوانات، كان من خلال اكتر من نشاط كان هو مشترك فيه، من فكره الزومبا والرقص، وهو حد بيحب الايقاع بطبعه. لكن من اول ما بداوا فكره الباليه مارك استهواه الفكره انه البنات بيعملوا حاجه مختلفه، فحب يشارك. من هنا بدأ هو اللي يشارك وهو اللي يكمل. أنا كنت بس دوري كمساند وداعم ليه فقط لغير، إنه أحقق له هو حاجة هو حبيبها يكمل فيها. علشان تعليمي مارك فن زي فن الباليه، كان موجود في المينيا شيء سهل عليكم أنكم تلاقوا شيء بيعلموا الفن ده، ولا اضطريتوا أن أنتوا تخرجوا من المحافظة الناس بتبص لها إلى حد ما أنها مغلقة على نفسها شوية لبرة؟ لا، هي الفكرة إحنا جوه المحافظة، وأوريدي إحنا كده كده كنا جوه ألوانات. بالنسبه لي ما فيش مسافه كبيره، احنا كده كده جوه محافظه المنيا، ما كانش عندي صعوبه في ان احنا نوصل للمكان او نشارك، بس هي صعوبه ما كانتش من المكان على قد ما هي صعوبه من الاشخاص، المجتمع والعادات والتقاليد، هي دي كانت الصعوبه الكبيره بالنسبه لي. نظره المجتمع كانت ليكم باي شكل؟ ابنك رقاص. دي كانت اصعب نظره كنا بنشوفها، ان انت كل اللي بيتعامل معاه انت بنت، اللي انت بتعمله حاجات بنات وهتبقى زيهم وتتكلم زيهم. فدي كانت هي اكبر مشكله فعلا، من اقرب الناس ليه اصحابه وزمايله نادي في المدرسه، ده عمل لنا شويه دروب في التعاملات مع الناس، بس بدانا نعدي ده بفكره التفاهم، نتكلم شويه، نشرح لهم انه دي حاجه هو بيحبها. شويه لما بدات فكره الباليه جوه المنيا تسحب الاضواء، بدات الناس تركز انه لا ده في شيء مهم، بدات شويه النظره تختلف. لما دخلت الفكره هذا المجتمع، انتوا شفتوها ازاي قبل ما مارك يخش، قبل ما ابن حضرتك يخش؟ فكره مجنونه جدا. ما تخيلتش ان هي هتنجح، وتخيلت ان هو حاجه هتاخد شو شويه وتختفي، لكن ما تخيلتش ان هو هتنجح للامانه. كان موضوع مجنون. اولا احنا الفكرة انتقدت بطريقة غير عادية، انه عيب وحرام واللبس، وانه ما فيش ناس ترقص بالطريقة دي، ده كان شيء صعب، كنت متخيل الموضوع مش هيكمل. خطوة زي دي ممكن تمهد الطريق لفنون تانية غير فن الباليه في المحافظة، ولا الامر محتاج اكتر من
ايفنت زي ده؟ اعتقد اي حاجه بتبدا جوه المنيا او في الصعيد عامه بتاخد طريق طويل، بس اعتقد فكره الباليه سهلت كتير قوي على اي حد بيفكر يعمل اي نشاط مختلف، اعتقد مهدت له الطريق. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال بعيد شويه عن ابنك، انت كنت من الناس اللي بتحب هذا الفن؟ يعني كانت من الناس اللي بتحب تتفرج على باليه ولا يستهويني ان انا اتفرج، لكن عمري ما حلمت ان انا ارقص باليه ولا عمري تخيلت ان ابني ممكن يرقص باليه تماما، كان يستهويني بس فكره ان انت تتفرج على العروض الضخمه اللي بنشوفها في الاوبرا. منذ افتتاح مدرسة الباليه في الخمسينيات في مصر، مروراً بتأسيس أكاديمية الفنون في 1958 وتخصيص مبنى للمعهد العالي للباليه، نسجت الكثير من خيوط هذا الفن على مسارح مختلفة. لم تنقطع هذه الخيوط إلى الآن، بل تزداد صلابة في وجود فراشات ما زالت تقف على ما نسجه السابقون. تابعونا على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر ويوتيوب إسري بلس شو. إلى اللقاء وحلقة جديدة من نبض الشارع.